كان موراو أول الواصلين إلى غرفة الملك، وكان يقف منتظرا أن يستأنف القتال بينه وبين بوف الذي دخل شرنقته. أما نيتو فقد غادر القصر مع الملك، وعثر جون وكيلوا على بيتو، وقد كان هدفهما الرئيسي هو الانتقام لكايتو. أنت، هل تتذكرينني؟ أنا أدعى الصيادة جونيفليكس، ومن أجل الثأر لكايتو أتيت لقتالك. لم تستمع بيتو لكلمة واحدة مما قاله جون. كل ما كان يدور في خلدها والنجاة في ظل هذا التهديد مع متابعة تنفيذ أوامر الملك، فكل عضو في جسدها كان حريصا على إنجاز تلك المهمة. علي حمايتكم موغي مهما كلف الأمر. ثمة أمر ما. كيلو الذي يقف أبعد بخطوة أحس بأن شيئا غريبا يحدث. ترى لماذا لم تتخذ وضعية الاستعداد للقتال بعد أن رأت عدوين أمامها؟ لا أحس بأي هالة تنبعث منها، وكأنها مستسلمة تماما، لا تدافع عن نفسها البتة. أتظن أنها قادرة على الفوز حتى لو لم تستعمل هالتها؟ لا، غير ممكن. فالهالة المنبعثة من جون ليست عادية، ومهما كانت قوة بيتو لا يمكننا قتالها بلا استعمال النين. هذا بسبب مكان وقوفنا؟ أتثق بأننا إن هاجمناها من هذه المسافة فسيكون لديها الوقت لتفعيل النين وصد هجومنا؟ هذا احتمال ممكن، ولكن لماذا لا يبدو أنه الاحتمال الصحيح؟ الأمر أشبه بي. أجل، إنه الآن أشبه الأم، فهي مستعدة للمخاطرة بجسدها من أجل حماية صغيرها. هذا غريب، فهي ليست من النوع الذي قد يفعل شيئا كهذا. ولكن لماذا قال جدي؟ فلتتخذا القرار الخاص بما يحدث في الداخل. لماذا قال تلك الكلمات الغامضة؟ في أثناء تحليلات كيلوا وصراعه بينه وبين نفسه، كانت تتراءى أمام عيني جون صورة كايتو المهشم، وذلك حين رأى حال الفتاة المستلقية أمامه. ابتعد عنها الآن. أمرك أن تأخذي هذا الوحش وتبتعدي عن الفتاة من فورك، وبعد هذا سأقاتلك بكل قوتي من أجل كايتو.
بسط كفيها بتلك الطريقة كان دليلا على أنها لا تريد أن تؤذي أحدا، وقد كان كيلوا يعرف هذا. أرجوك انتظر. ما هذا الهراء؟ ما الذي يفترض بي أن أنتظره؟ ناطي، هيا لنتقاتل. الإذعان الذي أظهرته بيتو لم يدع ليغون هدفا يوجه إليه غضبه المتأجج، وعلى الجانب الآخر كان كيلوا على مقربة من فهم الوضع الحالي فهما كليا. لا علاقة لي بأي شيء خارج مهمتي. كان يلمح إلى وقوع شيء ليس من معلوماته. لم يكن جدي على علم بأي شيء عند إطلاقه ذلك التنين. الراجح أن مهمة جدي كانت استعمال غوص التنين ورأس التنين لهدف واحد، وهو تفريق الملك عن حراسه. ولكن ما كان يجهله هو أن الفتاة التي هنا، لا شك أن هذه هي الفتاة. نعم، هي ذاك الطرف الثالث الذي لم يعلم به أحد. الملك آذى نفسه بنفسه بسببها. لما يتصرف الملك هذا التصرف المتناقض؟ هذا أمر غريب ويجعلني في حيرة كبيرة. السبب هو أن لتلك الفتاة مكانة مميزة لدى الملك. لم تؤذيها بيتو، بل هي تعالجها بأمر من الملك. هذا الاحتمال الأقرب إلى المنطق. قدرة بيتو العلاجية لا تجعلها عاجزة عن استعمال النين وحسب، بل هي قدرة لا تنشط إن لم تركز كل هالتها في عملية العلاج. لقد علم كيلوا بأن هذه المعلومة الغريبة سيكون لها تأثير سيء في غون وهدفه في القتال. ما العمل؟ ماذا أقول له؟ غون، توقف مكانك! سأفعل أي شيء تأمرني به، ولكن انتظرني. علي أن أنقذ هذه الفتاة مهما كلف الأمر. تنقذين؟ وضحي. أي شيء؟ ما قصدك بأي شيء؟ كيلوا، أنا من يطرح الأسئلة هنا. ما الذي عليك إنقاذه؟ أجيبي. في أثناء هذا التوتر الحاد كانت الإجابة التي اختارتها بيتو هي: هذه الفتاة مهمة، إنها شخص مهم لدي ويجب علي أن أعالجها. لقد قالت الحقيقة. بسبب هذه الفتاة التي تراها هنا صار الملك على ما هو عليه. إن ماتت فسيخسر الملك نفسه، إنها بهذه الأهمية. لذلك كل ما أريده هو أن أنقذها، وبعد أن أنهي علاجها سأنفذ أي شيء تأمرني به. لذا أرجوك انتظر. تريدين إنقاذها؟ هل ستفعلين هذا حقا؟ أنا لا أصدق ذلك. you
كيف تتفوهين بهذا الهراء؟ هذا هراء؟ هذا هراء؟ سحقا، سحقا. لن أصغي لأي كلمة تقولينها، لن أصغي، أنا لن أصغي، لن أصغي لأي كلمة تقولينها. جون، انتظر قليلا. الغالب أن هذه الفتاة أوذيت بسببنا، أوذيت بهجوم التنين. وماذا نفعل؟ معالجة بيتو لهذه الفتاة تبدو لي حقيقية. وماذا بعد؟ انتظر لينتهي العلاج. الغالب؟ الراجح؟ تريدني أن أنتظر بسبب أشياء غير مؤكدة؟ وبعد أن أنتظر، هل ستفعل كل ما أريده أو هو احتمال؟ أنا لم أفهم، ما هذا الكلام يا كلوة؟ توقف، لا تعبث معي، لا تعبث معي. هل أصابك الجنون؟ أتريد مني أن أثق بما تقوله؟ هذا مستحيل، يستحيل أن أثق بكلامها. إن أردت سأكسر يمنى يا ألبا، وإن لم يكفي فسأكسر ساقي. إن كنت تظن أني بعد انتهاء علاجي لها سأخون عهدي لكما، يمكنك أن تكسر كل عظمة في جسدي طالما ذلك لا يعيق عملية علاجها. أنا أرجوك، دعني أنقذ الفتاة. كفي عن هذا الهراء. استعدي للموت. جون، إن قتلتها فلن يعود كايتو كما كان. كيلوا، موقفك ليس كموقفي. حافظت على هدوئك لأنه لا صلة لك بالأمر.
قلت ما قلته لك لأنك لست في وعيك يا جون. أنسيت أول ما قلته لي حين وصلنا؟ سنستعيد كايتو بلا شك، عليك أن تضبط نفسك. حسنا، أنا بخير الآن. كم سأنتظر؟ كم تحتاجين من الوقت؟ كي أستطيع إكمال علاجها أحتاج إلى 3 أو 4 ساعات. لا، هذا كثير. إن منحتني ساعة فقط فسأكون قادرة على علاج إصابتها. أنا أرجوك انتظر. بعد ساعة من الآن سوف تأتين معي إلى بيجين من أجل علاج كايتو، أتعيدينني بذلك؟ أعدك، ثق بكلامي. سأنتظر هنا ساعة واحدة.